يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. صباح الخير مشاهدينا، أهلا بيكم، يوم جديد وحلقة جديدة وصباح الصحة والجمال. مشاهدينا النهارده يوم الخميس 2 مايو 2019، 27 شعبان 1440. كل سنه وحضراتكم بخير وصحه وسعاده يا رب ان شاء الله. فاضل ايام قليله ونستقبل رمضان باذن الله، يا رب يكون دايما الايام سعاده وخير. طبعا شهر رمضان شهر متميز ومميز بقيت عن الشهور كلها، شهور السنه، لان طبعا بيبقى فيه جو روحاني وبيبقى فيه صله رحم جميله جدا، وبنبقى هادين جدا فيه، والأقارب والأحباب كلنا بنحب نتجمع في شهر رمضان. لكن مشاهدينا النهاردة هنحدد حلقتنا عن أمراض القلب. أكدت الدراسات الطبية أن معظم الناس كلها في شهر رمضان بتقدم حاجات كتيرة جدا، زي مثلا أمراض القلب ممكن نتكلم عنها النهاردة، والصيام بقد إيه بيفيد في أمراض كتيرة جدا وبيعالجها، من ضمنها أمراض القلب. هنتكلم مين اللي يصوم في أمراض القلب ومين اللي ما يصومش. هنتكلم كمان على الأدوية المناسبة اللي بياخدها وتكون في توازن في شهر رمضان الكريم علشان ما يحصلش مضاعفات فيما بعد. هنتكلم كمان على الغذاء المناسب والسليم لأمراض القلب. معنا الدكتور محمد سلامة، أخصائي أمراض القلب وقسطرة الأوعية الدموية، وعضو بالجمعية الأوروبية لأمراض القلب. صباح الخير يا دكتور محمد، وأهلا بحضرتك. صباح الخير يا أستاذة شيرين، وصباح الخير على السادة المشاهدين لينا في كل مكان دلوقتي. رمضان كريم عليكي وعلى الأمة الإسلامية جماعة كل حتة في العالم وعلى الناس كلها في كل حتة. يا رب أمين دكتور محمد، أهلا بحضرتك. أهلا. طبعا مرضى القلب معظم الناس في مصريين طبعا في بيوتنا معظمهم عندهم مرضى القلب، فعايزين نقدم لمشاهدينا بقى إن شاء الله في شهر رمضان، مين يا دكتور محمد اللي ممكن يصوم في شهر رمضان في مرضى القلب، ومين اللي ما يصومش؟ سؤال عظيم جدا. بداية أنا حابب أتكلم عن شهر رمضان. شهر عالي القيمة جدا دينيا وروحانيا و عمليا بالمناسبه كمان. خلينا قبل ما نجاوب السؤال بتاعك ده هو نتكلم شهر رمضان بعظمته. انا اختلف الناس كتير، اللي بتشوفه ان هو شهر عظيم روحانيا، في اللي بيشوفه عظيم روحانيا وعلى المستوى الطبي. انا من الناس اللي بشوفه فرصه، هو فرصه يا تستغلها وتجيب احسن ما فيها، يا تفوت عليك زي الفرص اللي ممكن تفوت عليك وتسيبك للاسف، وتبقى انت ممكن تبقى عسر حظ شويه لو ما قدرتش تستغلها كويس. مظبوط يا دكتور محمد. شهر رمضان هو بدايه، احنا خلينا نتكلم شهر رمضان ده هو المفروض شهر ايه؟ شهر الصوم. للاسف السلوك الغذائي المصري والعربي كمان صح التعبير حولناه من شهر الصوم لشهر الاكل، وبدا يبقى شهر الموائد وشهر العزائم وشهر الولائم. وزي ما حضرتك بتشوف كميات الاكل الكتيره اللي بتتعمل فيه، لا الشهر ما اتعملش عشان كده. النبي عليه الصلاه والسلام، عليه افضل الصلاه والسلام الحبيب المصطفى، لما ربنا فرض عليه الصوم من 1400 سنه واكتر، الهامه طريقه الصيام الصحيحه اللي بعد 1400 سنه اثبت العلم الحديث ان الراجل ده احسن واحد صام واحسن واحد فطر دون اي نصائح طبيه او دون اي نصائح. وكان ساعتها حتى الاطباء ما كانوش عارفين ان العلم بعد 1400 سنه هيثبت ان الراجل ده لما كان بيفطر على شق تمره ثم يروح الصلاه ده كان افضل حاجه ممكن تتعمل للتعامل مع الصيام. اسلفت انت في المقدمه كلام جميل قوي، ان الصيام في رمضان ممكن يفيد شريحه من مرضى القلب، وده حقيقي بيفيدهم ويساعدهم. اسلفت برضو ان الابحاث العلميه بقالها يمكن اكتر من 30 سنه اللي وجهت في الاتجاه ده هو، واهميه الصيام لاي حد هيصوم او بالزبط. اي حد والابحاث والدرجه التحتيه اسمها الانترميتنت فاستنج. الابحاث دي هي اللي اتكلمت عن الصيام بالطريقه الصحيحه اللي النبي عليه الصلاه والسلام صام بيها، واسلف عنه السلف الكرام ان الراجل ده احنا شفناه بيصوم كده، مش بالطريقه اللي احنا بقينا نشوفها في الفتره الطريقه البشعه، ونحط كل انواع الاكل والمشويات والمحمرات وكله. للأسف. طيب احنا نرجع لسؤالنا بقى يا دكتور، مين يقدر يصوم ومين ما يقدرش يصوم؟
هو الفئة العريضة من مرضى القلب تقدر تصوم، ذوي الحالات المستقرة المتحكم فيها بالعلاج. اللي هنقول لهم ان ربنا زي ما فرض الصوم حل الإفطار، هي فئة قليلة من مرضى القلب هيبقوا زي مرضى ضعف عضلة القلب الشديد، اللي كفاءة عضلة القلب عندهم أقل من 20 أو 30% زي ما هيبقوا قاسوها وعارفينها، وبيضطروا ان هم ياخدوا مدريات كثيرة للبول في فترات متقطعة من اليوم وما يقدروش يستغنوا عنها وإلا الحالة بتاعتهم تسوء. مرضى ارتفاع الضغط دم الشديد كذلك، دول برضو بيحتاجوا لنظام غذائي معين بشكل معين، وبياخدوا أدوية كتير على مدار اليوم، من غيرها ما تقدرش حالة الضغط تبقى متحكم فيها. مظبوط. خلينا نتكلم برضو عن مرضى اختلال النظم الكهربي للقلب واللي بياخدوا أكتر من دواء على مدار اليوم. نتكلم على المرضى اللي خارجين من العناية المركزة للقلب، أو مرضى الحالات الحادة الأزمات القلبية، مرضى الاحتشاء، احتشاء عضلة القلب اللي لسه كان الموضوع من 6 أسابيع، أو اللي ركبوا دعامات أو عملوا بالونات أو عملوا حتى عملية قلب مفتوح في خلال ال6 أسابيع الماضية، مش هيسمح لهم الصيام، وهينصح ليهم إن هم يتابعوا على دواهم لحد ما الحالة تستقر ويصبح متحكم فيها بالأدوية. طبعاً كذا مرضى جلطة الشريان الرئوي اللي في خلال ال6 أسابيع الماضية كان ربنا ابتلاهم بالاختبار البسيط ده. هو مظبوط. طيب يا دكتور، بيبقى في أعراض كده لمرضى القلب في فترة الصيام، إيه هي ممكن الأعراض اللي مرضى القلب يشوفوها أو يقابلوها ونقول لا اكسر صيامك، وإزاي كمان الإجراءات اللي ممكن نتفادى الأعراض دي كلها؟ جميل جدا السؤال. هو بالظبط زي ما انت قلتي، احنا بنسميها الريد فلاجز او الالارمنج ساينز، او ايه اللي انت لو حسيت بيه انت دلوقتي فيه مشكله ومحتاج تتوجه الى طبيب القلب بتاعك او لاقرب مستشفى بسرعه وتكسر صيامك. هو الـ 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 الفكره اللي خلينا نتكلم برضو ان مرضى القلب فئات، يعني مريض القلب فيه مريض قصور شريان تاجي، فيه مريض هبوط عضله القلب، فيه مريض بيعاني من اختلال النظم الكهربي، يحس بدقات متسارعه في قلبه. احنا نتكلم اول ما هتحس، كل مريض عارف الاعراض اللي بتجيله. مريض القصور الشريان التاجي اختلفت بقى من بعض الناس، التقل الشديد على الصدر، واللي يحس بوجع شديد مع المجهود، والاختناق او ضيق التنفس. صح. في مرضى هبوط عضله القلب الحاد، مرضى عدم انتظام او خلل كهربيه القلب هيحسوا بخفقان متسارع، والموضوع هيبقى تنتج عنه اعراض هما مش قدها. مش بننصح بس بكسر الصيام، كسر الصيام والتوجه الفوري لاقرب مقدم خدمه طبيه بشكل كويس، ويكون في دكتور قلب هناك يقدر نتدارك مع بعض الموضوع ده. هو مظبوط يا دكتور محمد. طيب بقى يا دكتور، الادويه، وازاي مرضى القلب ان هم ينظموا ويحصل توازن كده في جرعه الدواء بتاعتهم، خصوصا الصيام ساعات كتيره جدا والفطور عدد ساعات قليله، ازاي بقى مرضى القلب ان هم يقدروا ينظموا ويحصل توازن في جرعه الدواء بتاعتهم عشان ما يحصلش مضاعفات؟ سؤال كويس. انت بتتكلمي الناس بقى اللي احنا قلنا الفئه الغالبه اللي هتصوم، يقدروا يتعاملوا مع الادويه بتاعتهم ازاي، خاصه ان في ادويه كتير كانوا متعودين ياخدوها طول السنه اثناء النهار، واللي بقى اصبح فتره انقطاع عن الطعام وما بقاش ينفع يعمل دهوت اثناء شهر رمضان. سؤال كويس. بس خليني قبل ما اتكلم عن الدواء تيجي نتكلم عن الاكل. احنا عايزين التغذيه السليمه لمرضى القلب طبعا، وزي ما حضرتك قلت التغذيه السليمه بيبقى فيه حالات مختلفه عن مرضى القلب. بالظبط. حابين نوضح للناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي، هنوضح موضوع الدواء دهوت، انا مش هنساه. طيب احنا عايزين نتكلم التغذيه طبعا. اتفضل. احنا هنقول طول الصيام ايه النصايح اللي ممكن نقدر نقدمها له، وهيفطر امتى ويفطر ازاي، وكميات ايه، لان الكميات عظيم. مهمه جدا لمرضى القلب. عظيم. ثم الى الرحله من الفطار الى السحور، والمحمله بالكثير من الحلويات والاكل العصاير. نتكلم نحب تبقى شكلها عامل ازاي، ثم السحور ممكن يبقى ازاي، ونيجي بعد كده الدواء هيتوزع ازاي. اتفضل يا دكتور محمد. مريض القلب اثناء الصيام احنا نحب انه نراعي حته ان احنا عندنا مشكله في القلب بشكل او لاخر، هبوط عضله قلب، قصور في تغذيه القلب ناتج عن قصور الشريان التاجي، واللي هيصوم هيبقى قصور مستقر، لان القصور الغير مستقر او الزمحه الصدريه غير مستقره احنا قلنا له هتفطر وتاخد ادويتك. مظبوط. مريض الشريان التاجي ومريض هبوط عضله القلب المستقر المتحكم فيها بالادويه، طول فتره رمضان ننصحه انه ما يمشيش في الشمس كتير، ما يقومش بمجهودات عنيفه. مش معنى كده ان احنا ما نشتغلش عشان حتى الصيام ان شاء الله يبقى مقبول، ان
نشتغل ونقوم بشغلنا اللي بنعمله طول السنه بالشكل الصحيح، في نفس الوقت نراعي ان احنا ما نمشيش في الشمس كتير، ما نبذلش مجهودات مجهودات عنيفه، مجهود زياده عن الطبيعي بالظبط. نيجي لحظه الفطار، كما اسلفت الذكر ان خير من صام النبي صلى الله عليه وعلى اله اجمعين، لما صام من 1400 سنه قبل ما يبقى في دكاتره بيقول لك ان البلح مليان سكريات سريعه الهضم وبتوصل بسرعه للدماغ، هو كان بيعمل ده من غير اي نصيحه طبيه بهدي المولى عز وجل. فهو اول ما هنفطر مريض القلب وغير مريض القلب، انا بعمل كده وحبايبنا كلهم زوار العياده عندي موصيهم على كده، ويعني الناس اللي مش متعوده تعمل كده تجرب رمضان ده وان شاء الله هيدعوا لنا في اخر رمضان، يعني يكون عندنا ثقافه التغذيه السليمه في اي شيء في رمضان او في طول السنه. ثقافه التغذيه مصطلح عظيم ومصطلح المفروض يطرح نفسه القوة في الساحة، وده يبقى حلقة لوحده ورسالة انتوا بتقدموها، ان السمنة مش مرض، مش بس مرض عضوي، مرض اجتماعي ومرض حضاري وعقبة تقيلة قوي. السمنة حاجة مش كويسة. مظبوط. فعشان كده انا بقول دايما لكل الناس، عايز تعرف انت صمت كويس الشهر ده ولا لا، انت اوزن نفسك اول الشهر واوزن نفسك اخر الشهر. لو انت من اهل البدانة او من ذوي الوزن الزائد، المفروض بنهاية الشهر تكون خسرت 2 كيلو 5 كيلو كما تيسر لك. لو ده حصل انت صمت صح. العكس بالعكس. مظبوط. لو انت كنت من اهل البدانه وخسر الشهر ولقيت نفسك من الرابحين الوزن الخاسرين صحيا، يبقى انت يبقى في حاجه مش في الصيام ما ظبطش السنه دي، كله غلط في التغذيه. احنا الصيام زي ما قلنا ليه فايده، وانت لسه اتكلمتي عن ابحاث كتير قالت فوائد الصيام المتقطع او الجوع المتقطع. وده اللي فعلا انت زي احنا عايزين كل يوم في رمضان انت بتبني زي بتعلي سور، ما تجيش اخر النهار تهد كل ده، انت حرمت جسمك من الدهون الضاره، والكبد هيبدا يصنع الدهون النافعه، حرمت جسمك من السكريات الزياده اللي هتضره، جهازك المناعي بدا الحاجات اللي هي مسؤوله عن الالتهابات المزمنه تقل، دلالات الالتهابات المزمنه تقل، وبدا جهاز المناعي بتاعك يتشكل ويتبلور بشكل كويس جدا ومفيد ليك. بقى على الفطار نبوظ كل ده. انت بتبني. انا حابب اشبهها بكده. خليك حط النهارده طوبه وبالليل ما تهدهاش وترميها، وتعالى تاني يوم حط فيها طوبه، اخر الشهر ان شاء الله تلاقي نفسك عندك بناء عظيم تقدر تكمل عليه بعد كده. نرجع لنصايح الدكتور محمد. احنا هنحط قاعده عامه لمرضى القلب، واتمنى غير مريض القلب يشاركنا فيها. انت هتفطر على 3 تمرات على كوبايه لبن ومعلقتين عسل. ده بيعمل ايه؟ ده بيوصل سكريات سهله وسريعه الهضم على الجهاز الهضمي اللي بقاله 16 ساعه واقف. صيام السنه دي يبقى من 14 ل 16 ساعه. المغرب بيأذن ان شاء الله يبقى 6:30 ودقيقتين، يعني بالزبط. ان شاء الله هيبقى في 16 ساعه دكتور، من 14 ل 16 ان شاء الله السنه دي. فانت الجهاز اللي واقف الفتره دي عايزين نديله حاجه سهله الهضم وسهل انه يتعامل معاها، ثم تذهب للصلاه، بتصلي المغرب وبتقوم بالاعمال اللي انت يعني الاعمال الدينيه دهيت. ده بيحصل منه ايه؟ ده بيحصل ان مراكز الجوع والشبع لما معدل السكر في الدم بعد ما كان قليل بيعلى، تبدا هي توصل لمرحله شبع نسبي، او نقطه الشبع بتاعتك بدل ما كانت هتبقى بعيده قوي تقل شويه. فلما تيجي تقعد بعد نص ساعه او ساعه تاكل، هتاكل كميات معتدله ما تضركش. ننصح بالابتعاد تماما عن العاده الصحيه السيئه جدا، لما مجرد ما بنسمع الله اكبر عند لا اله الا الله تكون المائده من محاشي وفته ما هو متداول على السفر المصريه وغير المصريه، يكون اتنسف كل ده. لا، لامتلاء المعده مره واحده ده شيء مش كويس خالص، خاص المرضى القلب. مريض القلب لما المعده بتتملي جامد، حوالي 25% من الدم ومن الدوره الدمويه كلها بيتراكم في المعده والامعاء، فده بيمثل عبء على القلب. فلا، احنا ما نحبش ده. فانت هتروح هتاكل التمرات بتاعتك او هتشرب شويه اللبن بالعسل وهتروح تصلي، ترجع بعد نص ساعه هيبقى في طبق شوربه ايا كانت الشوربه اللي انت بتحبها، بدل ما تبقى قليله الملح والدهون، وهيبقى جنبه طبق سلطه حاصرين عليه ليمونه ونقطتين خل، او في ناس تحب تحط زيت زيتون بس ما نحطش ملح. نبعد عن الملح، لان الملح هو عدو مرضى القلب ان زاد عن 5 ملي جرام. ما بنقولش اقطع الملح خالص، 5 ملي جرام دي كويسه قوي، انت محتاج الصوديوم، احنا بنتكلم على ملح الصوديوم برضو بالاخص. ملح الطعام
ما تكترش عن الخمسة ميلي جرام اللي هم ممكن يبقوا موجودين بطبيعة الحال في بعض الأكل اللي أنت هتاكله. فالسلطة هتحاول تحط عليها نقطتين خل زي ما هيستطيب بطعمها، وناكل الاتنين ده هم، وهنستنى شوية بعد العشاء ناكل الوجبة الرئيسية بتاعتنا. يعني يا دكتور محمد ياكل بكميات قليلة وفترات متقاربة ويراعي الملح. الملح مشكلة كبيرة جدا، والدهون والحاجات اللي احنا فرحنا ان احنا صمنا علشان هنبعد عنها. مريض الضغط بيستفاد الضغط المتحكم فيه، مش الضغط العالي قوي اللي قلنا له يفطر في الاول، مريض الضغط المتحكم فيه بالادويه بيستفاد جدا من الصيام. فما نجيش نهد ده اخر النهار. مظبوط يا دكتور محمد. عايزين نحلي. نحلي بالظبط. بالنسبه للحلويات حابب اتكلم في النقطه دي، لان للاسف مصطلح الحلويات الشرقيه نفسه اطلق على مواد رهيبه. يعني الحلويات المتداول فيها في دولنا، احنا بنتكلم الكنافه والقطايف والبقلاوه وما شابه، هتلاقي فيها كميه سمن رهيبه جدا. طب وهل مريض القلب يا دكتور محمد تنصحه ان هو ياكل حلويات ولا لا؟ طبعا لا. الحلويات اللي انا اسلفت ذكرها لا، يفضل لا. كل ما كانت عزيمتك اقوى، كل ما بقى احسن، كل ما قلت لك مكسبك هيبقى اكتر بكتير. دايما عينك على المكسب اللي بجد. مكسب اخر الشهر انت هتستبدلها بالفواكه وبالسكريات بتاعه الفواكه. حلو قوي. وبالفواكه اللي انت بتحبها وبالكميه المظبوطه، هتلاقي عندك ناتج في النهايه انت. لان دايما مريض القلب بيصاحب الضغط والسكر. بالزبط. فاحنا مش عايزين بالزبط. نزود بقى سكريات اكتر. شريحه كبيره جدا من مرضى القلب هم مرضى سكر ومرضى اختلال في نسب الدهون، عندهم نسب الدهون الضاره عاليه ونسب الدهون النافعه قليله. فزي ما قلت بالظبط حضرتك كده. المشاريب برضو، بما ان هنجيب سيره المشاريب، ما نحبش المشاريب عليها السكر خالص. طب العرق سوس يا دكتور، في ناس كتيره جدا عظيم. بتحب العرق سوس. سؤال مفيد عظيم. برضو العرق سوس بالذات بقى ده لا. لا بالنسبه لمريض الضغط، اخص الذكر من مرضى القلب. مريض الضغط فيهم وكذا مريض هبوط عضله القلب. لان العرق سوس في ماده تشابه ماده بتفرزها الكلى، هرمون بيفرزه الكلى بيعمل احتباس للميه في الجسم. فالعرق سوس ليه ضحاياه المشهورين في رمضان بالاخص، لان هو مشروب رمضاني بطبيعه الحال في مصر. مشهور جدا. بنلاقي رعايه المركز القلب فيها سيرين ثلاثه كده رجاله العرق سوس. يعني الناس زودت في العرق سوس او شربت عرق سوس وهم مرضى ضغط ومرضى هبوط عضله القلب، وارتفع الضغط مره واحده او اتحبست الميه وجالهم ارتشاح مائي وما بقوش قادر ياخد نفسه، وجه شرف عندنا وبيبقى بصراحه حاجه مش كويسه. يعني العصير العرق سوس، مشروب بالذات العرق سوس لمرضى القلب ممنوع منه منعا تاما. يفضل بالظبط. طب يشرب ايه يا دكتور محمد بقى؟ يفضل يقرب من المشاريب اللي ممكن تفيده. يعني كافه المشاريب اللي احنا اتفقنا عليها، كافه مرضى القلب اتفقوا مع دكاترتهم عليها واصطلحوا عليها من قبلها. المشاريب اللي هي طبيعيه، نبعد عن الالوان الصناعيه. برتقان مثلا، لو برتقان عالي البوتاسيوم حاجه كويسه في البيت. جميل جدا البرتقان، مشروب فيه كميه بوتاسيوم كويسه القلب يحتاجها. تمام. نبعد عن الالوان الصناعيه بما اننا اسلفنا الذكر. تمام. والملح، الموضوع الملح برضه احنا نسينا نتكلم عن منتج خطير وهو الترشي او المخلل. مخللات. ما تحلاش السفره كده في رمضان الا مجموعه مخللات. للاسف لازم نتطرق اليها، لان بالظبط في رمضان ده وللاسف مريض الضغط هو بيبقى واحد من عيله فيها ناس كتير ما عندهاش الضغط. فهو انت محتاج عزيمه وقوه قوي ان انت تبقى عارف انت بتدخل ايه في بقك وعارف طريقك ماشي ازاي. يبقى مرضى القلب يا دكتور محمد يقلل من الاملاح. بالظبط. المخللات والاكل يكون ملحه خفيف. عظيم. تاني حاجه كمان العرق سوس، ما يشربش عرق سوس نهائيا اللي عندهم ضغط طبعا. العرق سوس مشروب بالزبط. مش حلو جدا خالص لمرضى القلب. كويس. طيب دكتور محمد معانا مصطفى، ناخد مداخله تليفونيه. فضل. صباح الخير يا استاذ مصطفى من الجيزه. صباح النور يا فندم. اهلا بيك، ممكن توطي التلفزيون تسمعنا من التليفون يا استاذ محمد. تفضل. طبعا اشكر حضراتكم على الحلقه الجميله دي طبعا، وربنا يخلينا الدكتور محمد ويحفظه كمان وكمان طبعا. ليك ربنا يخليك. ميرسي يا استاذ مصطفى. بس انا كنت هطلب من الدكتور محمد ان يفيدنا بمعلوماته اكتر، وانه يدينا بس رقم تليفون يكون متاح له ويكون هو اللي بيرد عليه. طبعا في الكنترول طبعا، اتفضل رقم التليفون والدكتور محمد تحت امرك في اي سؤال. ليك سؤال يا استاذ مصطفى؟ كل سنه وحضرتك طيب. طيب شكرا. اوكي تابعنا. اتفضل يا دكتور محمد، عايزين بقى نتكلم عن النظام في الدواء.
جرعه الدواء لمرضى القلب. ده كان سؤالك اللي انا قلت لك مش هننساه. ازاي بقى ينظم وقته في شهر رمضان، ياخد الدواء ازاي عشان ما يحصلش مضاعفات؟ احنا اتفقنا ان اغلب مرضى القلب بيتوزع الدواء بتاعهم بشكل او باخر، واغلبيتهم بيبقى في فئه كبيره منهم بتاخد الدواء بتاعها الصبح، فتره الصبح. واللي مش هتبقى متاح الموضوع ده هو في رمضان. احنا اللي بنعمله ما نقدرش، لازم نتفق اتفاق كده مبدئي، ما نقدرش نمنع اي دواء بياخده مريض قلب، خاصه لو بقى في سيطره على الحاله بتاعته وبقى احد اسباب انقطاع الاعراض اللي بتجيله. فاحنا مش هنقطع دواء، احنا بنعيد توليفه الدواء، بنعيد توزيع الدواء بالشكل اللي يتناسب مع الوضع الهرموني والفسيولوجي اللي سابه الصيام على جسم الشخص الصائم. فاحنا اللي بنعمله بالظبط كالاتي. مثلا مريض قصور الشريان التاجي للقلب بياخدوا ادويه النيتروجليسرين او النيتريتس، وهي ادويه موسعات للشريان التاجي. احنا الادويه دهيت في منها نوع بيتاخد كل 8 ساعات، بعض الدكاتره بتوصفه كل 8 ساعات. احنا بننصح الناس ان هو لا، بتراجع طبيبك عشان في تركيبات بيها نفس الماده بس ممتده المفعول تقعد 24 ساعه. فبدل ما كنت تاخده كل 3 ساعات عشان بيقول 8 ساعات بس، انت هتاخده كل 24، هتاخد التركيبه اللي بتقعد فتره اطول وتقدر تغطي لك ال 24 ساعه. كذا برضو بعض ادويه هنحب ناخدها في وقت متاخر، يعني مثلا قبل السحور. قبل السحور بالظبط. يعني وكمان قبل الفجر بساعات قليله. خلينا قبل السحور او بعد السحور. بالظبط، لان احنا لو هنتكلم على السحور كنا حابين نتكلم عليه في الاكل في رمضان، احنا حابين نسحر حاجات خفيفه وتبقى بعيده عن ميعاد النوم بتاعنا شويه. علشان ما نسحرش وننام على طول، عشان ده بيأذي مريض القلب وغير مريض القلب. طبعا المعده لما بتمتلئ وتضغط على الحجاب الحاجز وتعيق حركه الرئتين والقلب، ده بيبقى ليه طابع سيء على مريض القلب. نرجع لموضوعنا، الادويه هتتاخد ازاي؟ في ادويه نفضل تتاخد في وقت متاخر، قبل السحور او بعد السحور على حسب ما طبيبك هيوصف لك. زي مثلا الادويه اللي قلنا بتوسع الشرايين، ده هنحب ناخده في وقت متاخر. مرضى الجلطات الحديثه واللي ركبوا دعامات، ومرضى قصور الشريان التاجي اللي بياخدوا بعض مسيلات الدم، ننصحه ان هو ياخدها في وقت متاخر برضه. لو بياخد نوع واحد، لو بياخد نوعين هيبقى نوع عند السحور ونوع عند الفطار. نتكلم برضو على الناس اللي بتاخد مدرات بول، زي مرضى هبوط عضلة القلب ومرضى ارتفاع ضغط الدم. بعض انواعهم، بعض فئة منهم بتاخد، شريحة منهم بتاخد الادوية دهيت. الادوية دهيت نحبها بعد الفطار مش عند السحور، ادوية مدرات البول، لانها لو اتاخدت وقت السحور هتعمل اضرار للبول طول اليوم بشكل هيأذي الصايم وممكن يعرضه للجفاف ويعرضه لأعراض احنا مش حابينها خالص. يعني في أدوية دكتور محمد تتاخد بعد الفطور، وفي أدوية تتاخد قبل السحور بطريقة منتظمة بالزبط. ويحصل توازن كده في الأدوية. طب أنا معايا في التليفون براء. طيب معانا التليفون أم محمد من الدقهلية. صباح الخير. صباح الخير يا فندم، لو سمحتي ممكن أتواصل مع الدكتور؟ أهلا بيكي، كل سنة وأنت طيبة. اتفضلي الدكتور محمد معاكي. لو سمحتي كنت عايز اسال الدكتور، ان انا عندي 22 سنه او 23 سنه، بس انا بيجي لي يعني تقل في النفس كده، هل ممكن يكون ده دم القلب؟ طيب تمام. عندك اي اسمح لها اسالني سؤال، هل عندك اي امراض بتاخدي لها اي علاجات زي ضغط او سكر يا استاذه؟ لا 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 حضرتك، لا الضغط كويس والسكر ما عنديش سكر. لا ربنا يحفظك يا ام محمد. طب بتخش الحمام كتير؟ ممكن ده سؤال في بس انا بحس ساعات بتقول ده بعد الاكل، يعني بالذات بعد الاكل بالذات. عظيم. طب ليه علاقه بالمجهود يا ام محمد كرشه النفس زهيت؟ يعني انت لما بعمل مجهود برضو. مجهود عامل ازاي؟ انت ساكنه في الدور الكام مثلا يا ام محمد؟ لا انا ساكنه في الدور الثاني. لما بتطلع الدور الثاني بيجي لك كرشه النفس دي؟ لا ببقى عادي، بهبط شويه عادي وبعد كده برتاح عادي، لكن هي ساعات بتيجي كده يعني تفضل ساعات مش بشكل منتظم، يعني مش كل مره تبذلي مجهود هيجيلك الموضوع ده هو يا ام محمد. هو ساعات لما ببذل مجهود بتيجي كده. هل في تاريخ مرضي لحد من الوالدين او الاقارب اللي ذوي الدرجه الاولى عندهم قلب او كده؟ الف شكر يا ام محمد. ما شاء الله كلهم حلوين. طيب ماشي، الف شكر يا استاذ ام محمد، وكل سنه وحضرتك طيبه. ام محمد معانا عندها 23 سنه. عظيم جدا. بتعمل مجهود 23 صغير يا دكتور محمد. جميل انت بتقوليه ده. عجبني طريقه تحليلك وتداولك للامور. هو بالظبط الستات في السن، الستات بالاخص في السن ده هو
من سن ال هو بيبقى بعد الثلاثينات اكتر، بس كرشة النفس غالبا في السيدات والانسات اللي ما عندهمش اي تاريخ مرض لاي حاجه، واللي عندهم الاهل سلام بيبقى الموضوع غالبا حاجه بسيطه خالص. واحب اطمن ام محمد ولو هي لسه متابعانا، الموضوع بيبقى حاجه بسيطه قوي. ما طب تنصحها بايه يا دكتور محمد؟ هنصحها بايه؟ الغذاء السليم، تصحى بالظبط بدري، هو الـ تتحرك كويس. ماشي، كلها حاجات كويسه اللي انت بتقوليها مش وحشه، بس هي اسلفت قالت انا لما باكل بيجي لي كرشه النفس. فهو احنا بس نقول لها عن العادات الغذائيه الكويسه، لان هي وارد قوي تكون بتمارس بعض الممارسات الغذائيه الغلط بتكون بتعمل ده. فكره ان انت تملى المعده، لسه بنتكلم ان لو هامله معدتي مره واحده هتضغط على حجاب الحاجز، هتعيق الحركه بتاعه الرئتين والقلب، يجي لي كرشه نفس. وعشان كده النبي عليه الصلاه والسلام، عليه وعلى اله افضل الصلاه والسلام، لما قال في حديثه الشريف طوله لما جه يوظف الاكل ويوصف الاكل السليم ازاي في رمضان وبراه، قال لك ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث تنفس. الله عليك، مظبوط. وتسمع حديث النبي عليه الصلاه والسلام وتحاول تطبقه وان شاء الله. لا انا احب اطمنها خالص، انما لو الوجع بدا يجي لها بصفه مستمره وليه علاقه بالمجهود، انتصحها ان هي تقابل دكتور قلب وان شاء الله هيبقى هيطمنها برضه. موضوع بسيط ان شاء الله. بس هو الفكره هيبقى ممكن يستعين بفحوصات معمليه تبقى ادق من ان احنا نبقى الموضوع تلفزيوني بس كده. طيب يا دكتور، انا معايا شخص على الفيسبوك بيسال حضرتك، بيقول سوري انا مريض بالقلب ومركب دعامات في شرايين القلب، هل ممكن يصوم؟ عظيم جدا السؤال ده. احنا لسه اتكلمنا ان هو مركب الدعامات من امتى. لو لسه مركبها في الست اسابيع اللي فاتوا دول، لا يفضل استنى واظبط علاجك وتاكد ان الاعراض راحت، وعده من ايام اخر. وانت من الناس اللي ربنا رخص ليهم الصيام، وان الله يحب ان تؤتى رخصه كما تؤتى فرائضه. اما لو انت مركبها فتره اطول والحاله بقت مستقره بالادويه، صوم طبعا. يصوم ممكن. صوم، لان الصيام هيفيدك كمريض شريان تاجي لو استغليت الصيام. اسمحي لي. اتفضل. لو استغليت الصيام بالشكل الصحيح اللي نقلل نسب الدهون فيه، لان غالبا مريض الدعامات بيبقى عنده قصور في الشريان التاجي بشكل او باخر، والشرايين الطرفيه بتصلب الشرايين، ده طبيعه المرض اللي ادى انه يركب دعام. حاول تظبط دهون جسمك واستغل رمضان في الاطار ده ان شاء الله، وربنا يعني يشفيهم كلهم، ونتمنى لكل مرضى القلب الشفاء ان شاء الله، وان هم يقدروا يصوموا ان شاء الله في شهر الكريم. طب دكتور محمد، نصائح خفيفه كده لان الوقت للاسف خلص وعدينا الوقت، نصائح لمرضى القلب كده بسرعه. انا لو هزيد على النصائح اللي احنا قلناها في خلال الحلقه، فانا حابب اوجه النصيحه بصراحه واستغل الكاميرا الجميله بتاعتك للمدخنين، الاخوه المدخنين. هي فرصه عظيمه جدا الشهر ده، زي ما انا قلت انا من الفريق اللي بسمي الشهر ده شهر الفرصه. مظبوط. هو شهر خير، في ناس بتقول عليه شهر خير ده حقيقي، كل ده ما اختلفناش فيه، ولكن انا من الناس اللي شايفاه شهر فرصه ان شاء الله. انت قدرت تنقطع عن التدخين 16 ساعه متواصلين واثبتت عزيمتك القويه وارادتك الصلبه، تقدر تكمل الباقي. اللي بيدعيه البعض ان ده انا متعصب خالص عشان ما فيش سجاير وكده، مش حقيقي، هو الموضوع نفسي وإحقاق نفسي. لو وحيت لنفسك ان السجاير هي سبب عصبيتك هتتعصب حتى لو انت ما فيش حاجه تستدعي ده. بشكرك جدا دكتور محمد. طبعا للاسف الوقت مر مع حضرتك بسرعه وفي تليفونات كتير، بس الوقت خلص وان شاء الله كده يكون في لقاءات تانية باذن الله. لقائك، واتمنى نكون قدرنا نوصل النصيحه اللازمه للمشاهدين، ونتمنى شهر رمضان سعيد وخير، وفرصة تبقى في متناول الجميع، وربنا يعين الجميع على اقتناصها بإذن الله. إن شاء الله. عمر رمضانكم كريم جميعا. إن شاء الله دكتور محمد، بشكرك جدا. شكرا لك. مشاهدينا طبعا بنشكر ضيفنا العزيز النهارده الدكتور محمد سلامه، اخصائي امراض القلب واسطره الاوعيه الدمويه وعضو الجمعيه الاوروبيه لامراض القلب. وكل سنه وحضراتكم بخير، وشهر رمضان كريم علينا، ومرضى القلب طبعا يكونوا ملتزمين بجرعه الدواء المظبوطه، ويقللوا الملح ويشربوا ميه كتير، والعرق السوس زي ما الدكتور محمد ذكر ممنوع يعني خالص. مشاهدينا نتمنى الشفاء لكل أمراض القلب، وأشوفكم في موضوعات جديدة وحلقات مختلفة، وصباح الصحة والجمال. يا صباح الصحة والخير والجمال،
صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير والجمال، والشمس هي طالعة ما راحت البال. يا صباح الصحة والخير والجمال.